صح، تيسا طبعا مفتوحة غير كيما عمار بن الحمير، نفس العقلية، نفس يا إما جماعة العصابة يا إما إخوانهم في الإيديولوجيا. طبعا هذه المواقع وهذه لم تعد لها معنى، يعني أنا تيسا ربما أنا واحد من 3000 شخص يقرأها في اليوم، وأنا لا أقرأها دائما، إنما عندما أجد بعض الأشياء فيها اللي ربما تهمني في الحديث على اللايف فأنقلها من خلال مواقعهم. يعني هذه المواقع، هو بالحمير قال كلمة يجب أن نعترف له بها إنصافا، قال لما عينوه ناطق باسم الحكومة ووزير الإعلام، قال لي عنده 4000 صفحة فيسبوك يتبعوها 4000 خير من اللي عنده جريدة. في هذه صدق وهو الكذوب، فما بالك اللي يقعد عنده صفحة فيها 200 ألف أو 400 ألف أو 600 ألف أو مليون أو أكثر. كل الجرائد الجزائرية اليوم كلها بلا استثناء ما تسويش بعض الصفحات الكبيرة في الفيسبوك، ما تسويهاش، ما تسويش صفحة أو صفحتين في الفيسبوك، كلها تصرف عليها أموال وتصرف عليها استثمارات وفيها مئات الخدامين والجراجات والمكاتب والسيارات والأموال و و و والجزء الأكبر من أموال الشعب الجزائري، لكن لا تأثيرها مهم ولا أصلا توصل للناس، خاصة الصحافة الفرنكوفونية. طبعا هذه الصحافة المعربة متخلفة أكثر، لكن الفرق هو أن اليوم 90% من الجزائريين لا يقرأوا الفرنسية. هذه تصريحاتهم هم قبل فترة، أنه ما يقارب 90% لا يقرؤونها أو يقرؤون جزء بسيط جدا، فقط حوالي 10% اللي تقدر تقول عليهم دي بومبي لانغ ولا دي فرانكوفون. وبالتالي هذا سيتاني، هذا سيتاني سبيس اون فوا ديسباريسيون، يعني مش راح يبقاو، يعني هاد لي سبيس دون فوا ديسباريسيون مش راح، هادو جماعة الفرانكوش مش راح يطولوا، والجماعة الاخرين